خلال مداخلة هاتفية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقناة ون تي في المصرية، دعا سموه كافة أطياف الشعب المصري للمضي قدما ومواصلة المسيرة، داعيا إياهم بأن يبقوا على ثوريتهم، لأن مصر هي الدعامة التي أوقفت التيار الهمجي. الآن العمل الآن أنا بقول لشعب مصر، بقول دوس على المر وسير، دوس، خلينا نفوت، خلي أحزاننا في الداخل تبقى شعلة والعة في قلوبنا وهي تنبهنا لأي خطر سيأتي. أنا بطلب من كل فرد في مصر أن يبقى في ثوريته، يبقى في ثوريته، من أصغر موظف إلى أعلى موظف، من الشاب، من المرأة، من الطفل. نحن الآن أمام أن نكون أو لا نكون، ومصر هي الدعامة، هي التي أوقفت هذا التيار الهمجي التتري مثل ما أوقفته في عين جالوت. نحن الآن أمام مسيرة جديدة إن شاء الله. بس لي بعض الملاحظات. تفضل. أنا بقول رسالة لشيخ الأزهر وهو عزيز وصاحب وصديق، بقول له خرجنا العلماء الأكفاء من الأزهر ليتولوا المساجد. أقول للأوقاف ارجع المساجد لتكون تحت إدارة الأوقاف، وإذا كانت نقصت عليك الأموال نحن سنطور الأوقاف المصرية حتى تقف على رجلها. نقول حتى هذه المساجد اللي أنا أمرت بها في منطقة المنوفية، وهم أصحابي وأهل المنوفية عزاء علي ويعرفوني حق المعرفة. أنا لا أقول ليش أنا أخص المنوفية، أنا والله يعني في كل أسبوع زملائي لما يرجعوا من المنوفية والله محملين بالهدايا من الريف. ما تتصوري انت هذا كم محفور في قلبي هذه الذكرى. انا بقول هذه المساجد يبتبنيها الاوقاف، نحن لا نمد يدنا في اي شيء يخل بمصر. هذه المبالغ تدفع للاوقاف، نقول من فضلك ابني مسجد لكل شهيد حتى لا تزول ذكرى هذا الشهيد، حتى نذكره في 4 فصول يوميا عند كل أذان نذكر هذا الشهيد، لأن هذا الشهيد هو وغيره لكن لابد أن يذكر. الحاجة الثانية، مصر بيها من المصائب والمشاكل تريد تعاون العرب. أنا مثلا حافظ عشوائيات الجيزة كلها وهي 18، وأنا ما بقول من الآن، نحن كنا ندرس هذا لكن مش لم نجد سبيل، حتى الرسومات جاهزة، وهذه كلها سيكون لكل واحد من ساكن هذه العشوائيات شقة مؤسسة كريمة يجلس فيها يعيش فيها. الأماكن الوسخة هذه والله أنا شفتها في ترعة الزمر، والله شفت القذارة وشفت الوساخة، مين يقبل بهذا؟ مين يقبل بهذا؟ الحتة دي أنا والله زرعها بيدي، أنا كنت طالب في كلية الزراعة وأنا واكل من هذه الأرض بيدي، أنا كنت أزرع هنا مع الأساتذة واضطروا في كلية الزراعة. هذه العشوائيات لازم تزال. يضاف إلى ذلك عندنا مشكلة كبيرة وهي عشوائية الدويئة. أنا زوجتي تلح علي تقول أنا الذي بجمع الأموال، نحن لابد أن نروح لمصر، وهي الآن كفيلة بعشوائية الدويئة. يبقى نحن باقي علينا حل واحد وهي أولاد الشوارع اللي في مصر، وده مشروع أنا قدمته وتعبت مع أيام حسني مبارك، إني أبني مبنى إيوائي أعلم أطور أعطيهم مهن، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن مع مصر لن نتأخر والله، ولا تعرفون أنتم مكانة مصر عندنا. مصر نحن لا نقول هذا كله هدية ولا منة، ما قامت به مصر وقف لي عن إزالتنا
نحن العرب سنزال من الوجود لولا هذه الوقفة، وقفة هؤلاء الشباب الذين خرجوا يوم 30 يونيو، ووقفة الجيش المصري والقوات المسلحة وكذلك الداخلية وكل الشباب. هذه الوقفة ليست مالكم أنتم، وقفة لنا نحن، نحن في آخر الصف، لكن حاسين أن هذا السونامي القذر جاي يجرفنا نحن معاكم. لكن نقول حياكم الله ونحن معكم، دولة الإمارات قيادة وشعبا تقف مع مصر. وخلال المداخلة الهاتفية ذاتها تحدث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن مشروع إلغاء مصر وإلغاء التاريخ من خلال تحطيم الآثار المصرية وحرق الوثائق، وأعلن سموه عن بناء دار الوثائق الجديدة التي ستفتتح في ديسمبر المقبل. اسمحي لي أن أقول أن هذا اللي حصل لمصر وأسميه مشروع إلغاء مصر، مشروع إلغاء مصر أخذ 40 سنة لإلغاء البشر من جوع وجهل ويتبعه قهر، إلغاء التاريخ والذي كان سيحدث تحطيم كل الآثار المصرية وحرق جميع الوثائق، المرحلة الثالثة تقديم أجزاء من مصر من أرض مصر الغالية لمن يشتري ولمن ساهم في هذه المهزلة. أنا من الناس الذين استشعروا هذا منذ زمن، فبادرت ببناء دار الوثائق الجديدة في عين الصيرة، وسينقل لها قريبا إن شاء الله إن شاء الله جميع الوثائق للعصر المملوكي محفوظة على أقراص مدمجة بتقنية عالية وهي جاهزة والحمد لله، نقل جميع الوثائق العصر العثماني وهذه كذلك جاهزة، الحجج الموجودة كلها تنقل هناك في صورة أقراص مدمجة، ويلحق ذلك وثائق مجلس الوزراء المهمة. أما الوثائق التي من سنة 1900 وإلى يومنا هذا ستبقى في دار وثائق على كورنيش النيل حتى يتم المبنى الجديد وهو خلف مبنى دار الوثائق الجديدة في عين الصيرة، وقد تم منح دار الوثائق بطلبي أنا الأرض الخلفية لدار الوثائق الجديدة لبناء الملحق الذي يخص جميع الوثائق من سنة 1900 إلى يومنا هذا، وسيكون إن شاء الله الافتتاح في ديسمبر 2013 بمعرض الكتب والوثائق التي قدمتها من مقتنياتي، وهي في صورة 7000 عنوان، وهي الكتب التي كان قائما عليها المجمع العلمي والتي احترقت، وكما أن هناك بعض الوثائق لم تكن موجودة لدى المجمع العلمي ولكنها كانت موجودة لدي، منها النشرات الدورية السنوية للمجمع العلمي وهي في صورة محاضرات ولقاءات، وهذه كذلك موجودة قدمتها للمجمع العلمي. مواقف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التاريخية في دعم مصر وشعبها أوقات المحن والشدائد لقيت التقدير والتثمين من القيادة والشعب. مراسلنا في القاهرة رصد ردود الفعل المرحبة والمثمنة.